اهلا بكم مره اخرى، والقضيه هي قضيه سد النهضه. وفي الحقيقه عشان ابقى صراحه مع بعض ومع العالم يعني كله، احنا وجهنا خطاب لمجلس الامن لما سد النهضه تم اغلاق بوابات المياه ردا اثيوبيا على تواجد عسكري مصري في الصومال. باختصار يعني الاثيوبيين ما عندهمش مانع ان هم كمان يكلموا العالم. تجربتنا المصرية في عقد جلسة في مجلس الامن تخص سد النهضة تجربة لم تكن ناجحة، وما وفرتش تعاطف دولي كبير خصوصا مع الدول الاعضاء الاساسية في مجلس الامن. لما بعتنا هذا الخطاب لمجلس الامن، اثيوبيا ردت مرة اخرى على مجلس الامن بشكل انكرت فيه حق مصر في ال 55 مليار متر مكعب اللي احنا بناخدهم بناء على اتفاقيات سابقة، اهمهم على الاطلاق اتفاقية سنة 1959 واللي بنعتمد عليها بشكل رئيسي قبل الاتفاقية اللي احنا وقعناها في سنة 2015 بالحب كده، اللي هي اتفاقية بالحب كده يا اولاد، وبالحب اتجمعنا. كان في زمان اغنية في افتتاح الدورة الافريقية للفنان عمرو دياب، كان بيغني في افتتاح الدورة الافريقية في عصر مبارك اغنية بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة اول اعيادنا، والليلة اول اعيادنا افريقيا، دي كانت الاغنية. وكان الفنان عمرو دياب لابس قميص ابيض في كور او دوائر سودة. الفنان عمرو دياب لو كنا قلنا له يا فنان في اتفاقية هنمضيها مع اثيوبيا علشان نديهم الحق في ان هم يبنوا سد على نهر النيل، كان الفنان عمرو دياب بالتأكيد هيسحب اغنية بالحب اتجمعنا، وبدل ما هيغني مقطع افريقيا هيغني مقطع يقول النيل. ليه؟ لانه انت لا تحتاج الى وعي قانوني وسياسي كبير، يعني ممكن تبقى راجل فنان او راجل مواطن مهتم بالشأن العام عشان تعرف انك لما تيجي تكتب عقد او اتفاقية مع حد، فده معناه انك بتعترف له بسم الله الرحمن الرحيم كده، مادام في طرف اول بسم الله الرحمن الرحيم في طرف تاني، يبقى احنا بنعترف انه في مواقف قانونية لكل طرف من الاطراف دي، وبنعترف بانه كل واحد لمجرد كينونته كده فهو له علاقة بالموضوع اللي احنا بنناقشه، واحنا الموضوع اللي كنا بنناقشه في اتفاقية 2015 هو نهر النيل. فانا لم اكن اتوقع ابدا انه عمرو دياب كان هيوقع على اتفاقية 2015، خصوصا انه الاجهزة ووزارة الخارجية قالوا الاتفاقية دي لا تسمح ولا تصلح، بس وقعناها برضه. ليه؟ عشان بالحب، بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا فوقعنا. قول والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاث مرات إنك أنت ما هتقرب مني. قال لأبي أحمد احلف، قالك جالك الفرق. طيب هو أبي أحمد حلف وقال لك والله العظيم، وكان مشهد كوميدي جدا يا جماعة بصراحة. لا يرقى اصلا ان هو يكون دولتين بيتكلموا عن ملف من اخطر الملفات، ولكن الراجل التاني كان عارف هو بيعمل ايه وماشي ازاي وهيعمل ايه بالظبط، وراسم الاهداف بتاعته والخطوات، وياخد الاتفاقيه بتاعه 2015 دي وهو عارف ان دي اتفاقيه الضمان بالنسبه له، انه يقدر يتصرف ويعمل كل حاجه لانه معاه اتفاقيه بتقول له انت كل اللي بتعمله ده مشروع بالنسبه لك، ودي كانت غلطة. أنا مش عايز أتوقف عند هذه الغلطة لأن توقفنا عندها كثيرا وقلنا يا جماعة أن هذا خطأ كبير وخطأ فادح، وما زلنا نؤكد أنه كان ولا زال خطأ فادح. ولكن بعد أن تحركت مصر متأخرة 10 سنوات أو أكثر، خلينا نقول أن هذا التحرك والاتفاقيات العسكرية اللي مصر بدأت تعملها مع نيجيريا وبدأت تعملها مع الصومال تحديدا، وبدأ إرسال معدات عسكرية إلى الصومال، يبدو أن الأمر حرك الماء الراكد في المشهد كله. وبدل ما مصر كانت بتعتمد على معاد تغدو في اتفاقية تفاوض سواء في أديس أبابا أو في القاهرة أو أي من هذه الأماكن من أجل الجلوس
والكلام عن رأي واحد دون تغيير وهو رأي إثيوبيا، ثم المحاولات المستميتة في طرح حلول أو بدائل على طاولة المفاوضات، كانت إثيوبيا تسمع وتدعهم يتحدثون ولكن بلا إيجابية وبلا فائدة، وكأنهم يكلمون أنفسهم. إثيوبيا كانت تجلس على طاولة المفاوضات لا تستمع ولا تقبل بأي حلول غير أنها تحاول أن تماطل من خلال تلك المفاوضات وتجعل الأمور تزداد تطويلا في الأيام والشهور والسنوات. بكلمك في 10 سنين، إثيوبيا عملت في 10 سنين إنجازات كبيرة جدا بالنسبة لها كإثيوبيا من خلال هذا الملف. أولا بنوا السد، ثانيا ملوا الملو الأول، ثالثا ملوا الملو الثاني، رابعا ملوا الملو الثالث والخامس، وإحنا قاعدين عملوا سدود صغيرة بجوار سد النهضة وإحنا قاعدين مقضينا مع السيد سامح شكري ذهابا وإيابا من أديس أبابا إلى القاهرة، ثم مرة إلى مجلس الأمن بورقة تونسية، ثم بعد ذلك الاتحاد الإفريقي، ثم بعد كل هذه الأمور قالوا لنا إثيوبيا ومصر اقعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض وحلوا مشاكلكم مع بعض. لا مجلس الأمن ذا صفة ولا الاتحاد الإفريقي ذا صفة، وأبي أحمد دائما وأبدا طلع لنا الاتفاقية بتاعة 2015 وإحنا مش عارفين نقول له إيه بالنسبة للورق. طيب تحركت مصر، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، وبدأت مصر تقول إحنا مش هنفرط في الأمن المائي بتاعنا، وإن إثيوبيا بتشتغل بشكل أحادي ونحن لا نقبل هذا الأمر، وبدأ يبقى فيه أمور إيجابية غير الكلام وطاولة المفاوضات. بدأ يبقى فيه إيصال مساعدات عسكرية واتفاقيات عسكرية، بدأ يبقى فيه خطاب، وتيرة الكلام عليت لخطاب لمجلس الأمن، مجلس الأمن بدأ ينظر أيضا إلى الموضوع باهتمام، فإثيوبيا بدأت تاخد خطوات دفاعية. أول هذه الخطوات الدفاعية كانت زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية إلى الإمارات، هذه الزيارة المريبة والعجيبة في هذا التوقيت، والإمارات لها مصالح كبيرة جدا مع إثيوبيا، فبالتالي استقبلت وزيرة الدفاع الإثيوبية لكي تقول لمصر وللعالم إن هي واقفة مع إثيوبيا، ورسائل بقى مبطنة تصل لمن يهمه الأمر. طيب أبي أحمد يسكت، قال لك لا هنعمل اجتماع، هم راحوا لمجلس الأمن، أنا كمان هقول للمجلس الأمن أننا لا نقبل كل ما قالته مصر عن السد الإثيوبي، عن سد النهضة. طب وبعدين بس كده؟ لا، ده أبي أحمد اتمرع قوي وشد حلو قوي وطرقع ظهره وخد نفس وقال لك احنا اي حد هيقرب مننا مش هنرد بقى، قال لك هنزله. اه والله قال كده، قال لك هنزله، من يجرؤ على تهديد سيادة إثيوبيا توعده بإذلاله. أبي أحمد قال لك أي حد يقرب مننا يا جماعة هنزله، أي دولة هتقرب من سيادة إثيوبيا وتصاعد وتيرة التوترات في منطقة القرن الإفريقي، هذه المنطقة المضطربة الآن، قال لك كده بالظبط، لن نسمح بأي مساس وسنذل كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل رضعه. طيب المفروض دلوقتي أن أبي أحمد ده يترد عليه، وإن إثيوبيا يترد عليها ممثلة في الراجل اللي طالع يتكلم ويقول لك أي دولة ومش أي دولة وبتاع الكلام ده كله. مصر مش أي دولة، مصر دولة كبيرة، جمهورية مصر العربية دولة كبيرة جدا، في أخطاء في الملف ذكرنا هذه الأخطاء، بس احنا مش هنقعد بقى إيه نصوت على أخطاء ونلطم عليها ونقول لا خلاص، احنا دلوقتي بنتعامل مع أمر واقع وعايزين نحله. البلد اتحركت شوية، ترد على أبي أحمد بشكل رسمي كما تحدث هو بشكل رسمي، والرد يكون من حد رسمي، ما تطلعليش اعلامي ملوش في القصه متملك كلمتين بيتقالوا له في الاربيز ولا مكتوب له في التليفون السامسونج في رساله يطلع يقولهم للناس ويبقى احنا كده بنرد. لا مفيش الكلام ده، الرد يبقى رد قوي ورد رسمي، وزي ما بدانا خطوات ايجابيه ورحنا الصومال وعملنا اتفاقيات ورحنا مجلس الامن وقدمنا خطاب، اذا لابد ان يتم الرد ايضا بشكل رسمي من النظام المصري على إثيوبيا.